هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، سيد تفاسير آل علي. تفسير العسكري لا كما يذهب الثولان في النجف إلى تضعيفه وإلى إنكاره، لا شأن لي بهذه الغازات التي يخرجونها من أفواههم بدلا من أن يخرجوها من أدبارهم، لا شأن لي بهذه الغازات التي تنطق بها أفواههم يخرجونها من جوف بطونهم القذرة. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة طبعة منشورات ذوي القربى، وهي الطبعة الأولى، قم المقدسة، صفحة 299 وما بعدها. حديث 180، الحديث 80 بعد 100، والأحاديث التي تأتي بعد هذا الحديث، هذه نخبة من كلماتهم تصب في نفس المجرى وتأتي في نفس السياق الذي نتحدث فيه، من أن النية في جزئها الأول لابد أن تشتمل على وعي، على فهم، على إدراك كما تقدم الكلام، وفي جزئها الثاني الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ليس هناك من شريك لله في هذا العمل الذي نؤديه. إمامنا السجاد صلوات الله عليه، كما يحدثنا إمامنا العسكري عن جده السجاد، يقول: إني أكره أن أعبد الله لا غرض لي إلا ثوابه. فأكون كالعبد الطمع المطيع، وفي بعض النسخ، في النسخ التي نقلت عن تفسير إمامنا الحسن العسكري في القرون الماضية، فأكون كالعبد الطمع المطمع، ولكن هنا في النسخة التي بين يدي كالعبد الطمع المطيع. إني أكره أن أعبد الله لا غرض لي إلا ثوابه، فأكون كالعبد الطمع المطيع. وقلت لكم في نسخ أخرى نقل عنها متقدمون في القرون الماضية كالعبد الطمع المطمع، إن طمع عمل وإلا لم يعمل. وأكره أن أعبده لا غرض لي إلا لخوف عقابه، فأكون كالعبد السوء، إن لم يخف لم يعمل. قيل له: فلم تعبده؟ قال: لما هو أهله بأياديه علي وإنعامه. المضامين واضحة،
وهذا الكلام تقدم في الأحاديث التي تلوتها عليكم في الحلقة الماضية. إمامنا الباقر صلوات الله عليه أيضا يحدثنا إمامنا الحسن العسكري عن، فيقول باقر العلوم صلوات الله عليه: لا يكون العبد عابدا لله حق عبادته حتى ينقطع عن الخلق كلهم إليه، فحينئذ يقول الله: هذا خالص لي، فيقبله بكرمه. المضامين هي حديث إمامنا السجاد كان يركز النظرة على الجزء الأول من النية وأيضا على الجزء الثاني، ولكن التركيز كان على مضمون وعينا بالعمل نفسه. قيل له: فلما تعبده؟ قال: لما هو أهله بأياديه علي وإنعامه. أما هذا الحديث يركز النظر على الجزء الثاني، على الإخلاص لله تعالى في العمل الذي نقوم به. هكذا يقول باقر العلوم: لا يكون العبد عابدا لله حق عبادته حتى ينقطع عن الخلق كلهم إليه، فحينئذ يقول سبحانه وتعالى: هذا خالص لي، فيقبله بكرمه. إمامنا الصادق أيضا يحدثنا إمامنا العسكري عن صلوات الله عليهما: ما أنعم الله عز وجل على عبد، ما أنعم الله عز وجل على عبد أجل من أن لا يكون في قلبه مع الله تعالى غيره. فهذا هو أعظم نعيم وأعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى بها على عبده. هكذا يقول الصادق: ما أنعم الله عز وجل على عبد أجل من أن لا يكون في قلبه مع الله تعالى غيره. إمامنا باب الحوائج صلوات الله عليه: أشرف الأعمال التقرب بعبادة الله تعالى إليه، أشرف الأعمال التقرب بعبادة الله تعالى إليه، التقرب تفعل، وهذا التفعل يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى جهد، وهذا الجهد يتحقق أين؟ يتحقق في وعينا بمضمون العمل. لابد أن تكون النية مشتملة على هذا المضمون، وإلا فلا نية. ليس لأن الأمر ديني، ما هي نية العباد حتى في الأمور الدنيوية هكذا، لا شأن لكم بالنية التي علمونا إياها هؤلاء الغبران في النجف، هذه لا هي من نية الدنيا ولا هي من نية الدين. نية الدين هذه تفاصيلها التي أضعها بين أيديكم، مر الحديث عنها في الحلقة الماضية ولا زال الحديث متواصلا، هذه نية الدين. أما نية الدنيا فأنتم تعرفونها، إنكم لا تقدمون على عمل حتى تكونوا عارفين بطبيعة ذلك العمل، حتى
حتى بعض الحيوانات تقوم بهذا، تتفحص الأمور وبعد ذلك تتحرك باتجاه فريستها، تتحرك باتجاه الجهة التي تريد أن تتحرك إليها. الحيوانات تقوم بهذا، لماذا نيتنا التي علمونا إياها ليس فيها من وعي، ليس فيها من إدراك، وهم أنفسهم حاروا في معنى القربة هذه؟ كتبهم دالة على ذلك، عودوا إلى كتبهم، عودوا إلى كتبهم المطولة في هذا الموضوع وقارنوا بين الذي ذكروه وبين ما عرضته ولو بشكل إجمالي من ثقافة العترة في فقه النية في هذه الحلقات. الإمام الكاظم يقول: أشرف الأعمال التقرب بعبادة الله تعالى إليه. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عنه أيضا إمامنا الحسن العسكري صاحب التفسير في هذه الآية: إليه يصعد الكلم الطيب. ماذا يقول إمامنا الرضا في معنى القول الطيب؟ ما هو هذا القول الطيب الذي يصعد إليه؟ إليه يصعد الكلم الطيب. إمامنا الرضا يقول: قول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وخليفة محمد رسول الله حقا، وخلفاؤه خلفاء علي خلفاء الله، والعمل الصالح يرفعه، علمه في قلبه، علم الشيعي في قلبه بأن هذا الكلام، أي كلام؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علمه في قلبه بأن هذا الكلام صحيح كما قلته بلساني، فهو يعتقد به في قلبه وهو يردده بلسانه بصدق وإخلاص. هذا المضمون هو جزء من صلاتنا. غبران النجف بتروا ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير، وإلى هذا جزء من صلاتنا. هكذا يقول القرآن: إليه يصعد الكلم الطيب. فذكر علي مع ذكر الله ومع ذكر رسوله هو جزء من الكلم الطيب، وأنتم تأتون فتبترون الكلام الطيب هذا وتقولون من أنه يبطل الصلاة وهو يطيب الصلاة. ألا لعنة على فتاوى مراجع النجف؟ ألا لعنة على منهج حوزة النجف في استنباط الأحكام الشرعية وهم يستنبطون لنا هذا الضلال؟ ذكر علي الكلم الطيب يبطل الصلاة. تف على فقهكم، وتف على منهجكم، وتف على علم أصولكم، وتف على علم رجالكم، وتف على ضلالكم. الإمام الرضا هكذا يقول في معنى هذه الآية: إليه يصعد الكلم الطيب. يقول: هو قول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وخليفة محمد رسول الله حقا، وخلفاؤه خلفاء علي خلفاء الله،
والعمل الصالح يرفعه. ما هو هذا العمل الصالح الذي يرفعه الله؟ قال: علمه في قلبه، علم الشيعي في قلبه بأن هذا الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، بأن هذا الكلام صحيح كما قلته بلساني. ما هو هذا الذي لا بد أن يجري في طقوس ومناسك صلواتنا اليومية الواجبة؟ قلت لكم حتى الطقوس بحسب فتاوى مراجع النجف هذه طقوس باطلة. هذا هو الكلم الطيب، فكيف يحذف الكلم الطيب من صلواتنا؟ إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه يقول: أفضل العبادة الإخلاص، أفضل العبادة الإخلاص. والإخلاص لا يتحقق في النية ما لم يكن هناك من وعي حقيقي ينتمي إلى معرفة حقيقية نأخذها من المصادر الحقيقية من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. وهذا هو الذي أفعله بين أيديكم، إنني أقرأ عليكم من قرآنهم، إليه يصعد الكلم الطيب، وبعد ذلك أقرأ عليكم من تفسيرهم. فهذا تفسير إمامنا الحسن العسكري وهو يحدثنا عن جده الرضا، عن آبائه وأجداده الطاهرين. هذه كلماتهم: هنيئا لي وهنيئا لكم. ونحن نعيش هذه اللحظات في أجواء كلماتهم، وبؤسا وبؤسا وخيبة لمراجع النجف الذين ينكرون هذا التفسير ويضعفون هذا التفسير. أية خيبة يعيش فيها هؤلاء الأغبياء، وأية خيبة يعيشها شيعتهم، شيعة المراجع، وهم يقدسون أغبياء الثولان. هم أبعد الناس عن صاحب الزمان ويعتقدون فيهم أنهم نواب لصاحب الزمان. لا أدري هل أن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه لا ينصب إلا الأغبياء وإلا الثولان. لو لم يكونوا أغبياء ولم يكونوا ثولان فهم شياطين، وإلا لماذا تركوا فقه العترة وثقافة العترة وحديث العترة وراحوا يركضون وراء النواصب؟ شبيه الشيء منجذب إليه. نذهب إلى فاصل. يا صانع كل مسنون، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود. سبحانك يا لا
خلصنا من النار يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا الغاف يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مغلب القلوب يا طبيب القلوب يا منذر القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا لا الغاب. صار واضحا لديكم ما يرتبط بالجزء الأول من النية. العبادة نية، توجه، طقوس، وأحكامها أحكام الطقوس. النية جزءان، الجزء الثاني تقدم الحديث فيه، الإخلاص لله تعالى، والجزء الأول الوعي بحقيقة العبادة بأسرارها، الفهم لمضمونها قطعا بعد تشخيص نوع العبادة، هل نحن في مقام الصلاة، في مقام الصيام، هل نحن في مقام الصلاة الواجبة المندوبة، هل نحن عند صلاة الصبح، عند صلاة الظهر. عنوان العبادة أولا، وبعد ذلك الوعي والفهم لمضمونها لغاياتها مثل ما تقدم الكلام. أعتقد أن الحديث في هذه الحلقة قد تم بخصوص الجزء الأول، بعد أن تم الحديث في الجزء الثاني في الحلقات المتقدمة. سأنتقل بكم إلى الجزء الثاني من أجزاء العبادة، التوجه، وسنذهب في جولة في الكتاب الكريم كي نرى ماذا يقول القرآن. التوجه هو روح العبادة، الطقوس والأحكام جسد العبادة، التوجه هو روح العبادة، وأما النية فهي الأساس، هي البوابة، هي المفتاح. والنية لا تنفك عن التوجه، والتوجه لا ينفك عن النية، إنما هذا التقسيم والتفصيل كي يتضح الأمر، كي تكونوا على دراية بفقه عبادتكم، بفقه صلاتكم. والتوجه مشروط في كل العبادات،
في الصلاة في الصيام في الحج وسائر العبادات الأخرى، مثلما النية مشروطة التوجه مشروط، وإلا فإن العبادة ستبقى في طقوس وأحكام طقوس، وحينئذ لا قيمة لها. كما قال إمامنا الرضا في الحديث الذي قرأته عليكم في الحلقة الماضية: ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. ومر الحديث بهذا الخصوص. سأبدأ معكم من الآية 77 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة. لن أقف طويلا عند الآيات لأنها كثيرة، لكنني سأستعرضها، ربما أقف عند بعض الآيات لضرورة توضيح بعض المعاني. الآية 77 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذه طقوس الصلاة على سبيل المثال، طقوس العبادات. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. سأقرأ الآية: إن البر وهو الخير، والعبادة هي الخير، والدين هو الخير. البر في المضمون وليس في الطقوس، الخير في المضمون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الحديث هنا عن الوجوه الجسدية، إنما البر أن تتوجه الوجوه الباطنية المعنوية، أن يتوجه العقل والقلب إلى العقيدة الصحيحة، إلى المعتقد الصحيح، إلى المعرفة الصحيحة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذه طقوس العبادات الجسدية، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وتفرع على ذلك: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وسيد العهود هو العهد مع إمام زماننا، إنها بيعة الغدير في وجهيها الثابت والمتحرك. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أين يكون البر وأين تكون الحقيقة؟ حينما تتوجه الوجوه الحقيقية، العقول والقلوب، إلى الجهة الصحيحة، وحينما يقوم الإنسان بأعماله بشكل صحيح وفقا لمضمون صحيح في العقول وفي القلوب، وإلا فإن
القضية الجسدية في طقوس جسدية بعيدة عن مضمون صحيح في العقول والقلوب لا قيمة لكل ذلك ولا معنى له ولا حقيقة له. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إذن أين نولي وجوهنا؟ لأن وجوهنا الجسدية حينما نوجهها إلى المشرق أو إلى المغرب، إلى القبلة أو إلى غير القبلة، فما ذلك من البر ولا من حقيقة البر؟ حقيقة البر أن نوجه وجوهنا الحقيقية التي هي عقولنا وقلوبنا إلى المسار الصحيح، إلى العقيدة الصحيحة. تدبروا في هذه الآية طويلا، إنها 77 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر هنا في العقيدة السليمة وما يترتب عليها، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومن سورة البقرة إلى سورة الأنعام وإلى الآية 79 بعد البسملة، ماذا تقول الآية 79 بعد البسملة من سورة الأنعام؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا هو المضمون الذي تحدثت عنه الآية السابقة في سورة البقرة، فإنه ليس برا أن تتوجه وجوهنا الجسدية إلى المشرق إلى المغرب إلى القبلة إلى غيرها، وإنما البر الحقيقي أن تتوجه عقولنا وقلوبنا، ووجهنا الحقيقي هو هذا في عقولنا وفي قلوبنا. إني وجهت وجهي وجهت قلبي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الوجه هنا هو العقل والقلب، فنحن لا نستطيع أن نوجه وجهنا الجسدية الفيزيائية للذي فطر السماوات والأرض، فهل هو في جهة مادية في المشرق أو في المغرب؟ إنما نتوجه إليه بقلوبنا، ونتوجه إليه بقلوبنا عبر الوجه الذي يريدنا أن نتوجه إليه، وهذا هو الإخلاص لله، هذه العبادة الرحمانية الملائكية. لا تتحدث عن عبادة لله فقط من دون أن نشترط فيها هذا الشرط
بحسب ما يريد، لأن العبادة تلك عبادة إبليسية محضة، إنها عبادة الوهابيين، إنها عبادة سقيفة بني ساعدة، إنها عبادة النواصب من مخالفي محمد وآل محمد. العبادة الخالصة المخلصة هي العبادة التي تكون لله بحسب ما يريد، مثلما سجدت الملائكة لأبينا آدم، إنهم كانوا في حالة إخلاص لله ولأبينا آدم، فإنهم قدسوا آدم واحترموه وأجلوه وسجدوا له. في روايات المعراج المحمدي النبي صلى الله عليه وآله قال لجبرائيل في بعض المواطن: تقدم. فماذا قال جبرائيل لرسول الله؟ قال: منذ أن سجدنا لآدم ما تقدمنا على أبنائه، كيف أتقدم عليك يا رسول الله؟ منذ أن سجدنا لآدم ما تقدمنا على أبنائه. فالملائكة كانوا في حالة إخلاص ولا زالوا كذلك لله سبحانه وتعالى ولأبينا آدم، هذا هو الإخلاص، لا على طريقة إبليس، لا على طريقة سقيفة بني ساعدة، ولا على طريقة سقيفة بني نجف في علم كلامهم وفي عقائدهم وفي ضلالهم. الآية 79 بعد البسملة من سورة الأنعام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قلت لكم قبل قليل إنني لن أقف عند تفاصيل هذه الآيات فإن الحديث سيطول، إنما أمر عليها مرورا سريعا. واضح هناك وجه جسدي ليس مهما أن يتوجه إلى المشرق أو إلى المغرب، هناك طقوس لها أحكامها، علينا أن نوجه الوجه الجسدي بحسب الطقوس وأحكامها، لكن هذا ليس مهما، المهم هو الوجه الحقيقي، هو الوجه الروحي، هو الوجه المعنوي، إنه العقل والقلب، هو هذا الذي لا بد أن نهتم بالجهة التي يتوجه إليها، تلك هي روح العبادة. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. من سورة الأنعام نذهب إلى سورة يونس وإلى الآية 105 بعد البسملة. في الآية 105 بعد البسملة من سورة يونس: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. استمرار للمضمون الذي تقدم في الآية 77 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة، وكذلك في الآية 79 بعد البسملة من سورة الأنعام. فهذه الآية في نفس المجرى، في نفس السياق.
وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. هناك نكتة دقيقة جدا، ماذا قالت الآية؟ وأن أقم وجهك، ما قالت الآية وجه وجهك؟ وأن أقم وجهك، إقامة الوجه هو أن نوجه وجوهنا بعناية وباستمرار دون التفات عن الجهة التي وجهنا وجوهنا إليها. مرة نؤدي الصلاة، أداء الصلاة أن نأتي بأفعالها وأركانها وأجزائها، هذه التي نعرفها، وليس هناك من ضمان في قبولها، وليس هناك من ضمان من أنها صلاة حقيقية، هذه صلاة ظاهرية، عرفا يقال لها صلاة في عرف الناس، لكن في عرف الملائكة لا يقال لها صلاة، هذا أداء للصلاة. الصلاة التي هي صلاة في عرف الملائكة وتسجل صلاة ولا تلف وتضرب بها وجوهنا ولا ترفع صوتها، هذه الصلاة بالدعاء علينا، ضيعتموني ضيعكم الله، حينما نقيم الصلاة، إقامة الصلاة غير أداء الصلاة، وكذا الأمر في إقامة الوجه، حينما نقيم وجوهنا إننا نتجه إلى الجهة التي لا بد أن نتجه إليها، ولكن مع عقيدة سليمة، مع مضمون صحيح، مع نية تشتمل على الجزئين. هنا تتعانق النية مع التوجه. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، نتوجه مع نية سابقة متقدمة ترتيبا، لا أتحدث عن التقدم الزماني، فالنية والتوجه يأتيان معا بالضبط، حركت يدي فتحرك المفتاح، يدي بحسب الرتب تتقدم على المفتاح لأنها هي العلة، ولكن الحركتان تقعان معا، النية والتوجه يأتيان معا، لكن النية تكون مقدمة على التوجه، هي التي تكون فاتحة، لكن في الحقيقة النية والتوجه يأتيان معا إذا أردنا أن ننظر إلى الفعل بما هو هو بالنظر إلى زمان وقوعه، فالنية والتوجه يأتيان معا، مع أن النية تكون متقدمة رتبة، مثلما ضربت لكم المثال، حركت يدي فتحرك المفتاح. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، إقامة الوجه هي هذه، هناك نية، هناك وعي، هناك إدراك، وهناك إخلاص، الجزء الثاني من النية، هناك إخلاص لله تعالى، وفي الوقت نفسه هناك توجه إلى الجهة التي يريد الله منا أن نتوجه إليها، هذا هو المراد من إقامة الوجه. لو كان المراد أن نتوجه فقط إلى الجهة المطلوبة لقالت الآية وأن وجه وجهك وأن ولي وجهك،
مثلما مر علينا في سورة البقرة، قبل قليل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الحديث عن وجوهنا الجسدية، وستأتينا هذه الآية أيضا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، الحديث هنا عن توجه العقول والقلوب التي هي وجهنا الحقيقي باتجاه وجه الله، فليس الحديث هنا عن توجه وجوهنا الفيزيائية الطبيعية الجسدية. سنعود إلى هذه الآية. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. أقم وجهك للدين، تقدم الحديث عن أن الدين ولاية علي، عن أن الدين معرفة الإمام، عن أن الدين وأصل الدين هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ومن سورة يونس إلى سورة الروم وإلى الآية 30 بعد البسملة من سورة الروم، فأقم وجهك للدين حنيفا، المضمون هو هو، وتستمر الآية: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومر علينا الكلام في معنى فطرة الله: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، هذه هي الفطرة وهذا هو الدين. وهنا الوجه الذي يريد الله منا أن نتوجه إليه. فأقم وجهك للدين حنيفا، إلى أي جهة؟ إلى الجهة التي هي مضمون الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم بحسب الأحاديث التي مرت علينا عن أمير المؤمنين، الدين القيم هو نفسه دين القيمة الذي جاء مذكورا في الآية 5 بعد البسملة من سورة البينة. أعود إلى الآية 30 بعد البسملة من سورة الروم، وهي واضحة وواضحة جدا، ومر الكلام بخصوصها في الحلقات المتقدمة: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فإن الله فطر العبادة وفطر الناس على مضمون برنامج الخلافة. نحن كنا في ظهر أبينا آدم
وشع نور محمد في أبينا آدم وسجدت الملائكة لنور محمد الذي شع في أبينا آدم، وكل ذلك يمثل حقيقة الفطرة التي انتقلت إلينا من أبينا آدم وعبر أبينا آدم إلى تكويننا وإلى وجودنا إلى أن ظهرنا كل منا بحسب المقطع الزمني الذي تجسد فيه وصار كائنا يتحرك على هذه البسيطة. فأقم وجهك للدين حنيفا، وإقامة الوجه كما قلت لكم إنها النية، العقيدة في القلوب. ما هو الإيمان؟ الإيمان إقرار باللسان، لكن الإقرار هذا لا قيمة له. القيمة أين؟ وعقد في الجنان. القيمة هنا حينما يتحقق العقد في الجنان، حينئذ ينطلق اللسان ويكون اللسان حينئذ صادقا. فالإيمان إقرار باللسان وعقد في الجنان، لابد أن ينعقد المعنى في القلوب، وعقد في الجنان وعمل بالأركان. يأتي هذا متأخرا. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. صلاتكم من دون ذكر علي بنية الوجوب القطعي تخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ومن الآية 30 إلى الآية 43 بعد البسملة من نفس السورة، من سورة الروم: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. لماذا الحديث عن الوجه في كل هذه الآيات؟ لماذا لم يكن الحديث عن القلب مثلا؟ والقلب هو الوجه بالنسبة لنا، لأن منظومة مصطلحات القرآن تقتضي أن يكون التعبير بالوجه. لماذا؟ لأن القرآن عبر عن الحقيقة المحمدية بالوجه، وعبر عن الإمام المعصوم بالوجه، ومر علينا هذا المضمون من خلال آيات الكتاب الكريم ومن خلال تفسيرهم لقرآنهم: كل شيء هالك إلا وجهه، وجه الله. مر علينا هذا المضمون: هم، نحن وجه الله، في هذه الآية وفي غيرها. فحينما نريد أن نتعامل معهم، أن نتواصل معهم، إننا نتواصل معهم عبر وجوهنا التي هي عقولنا وقلوبنا. من هنا تلاحظون أن الآيات تصر على استعمال الوجه. لماذا لم تتحدث الآيات بلسان توجه؟ توجه أو اتجه، فإن هذه التعابير لن تعطي المعنى الدقيق
من أننا نوجه عقولنا وقلوبنا بشكل كامل ومستمر ودائم ونقي وخالص باتجاه وجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو السر في التركيز على هذه التعابير. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. يبقى هذا المعنى يتكرر يتردد، أن نقيم وجوهنا، أن نوجه وجوهنا، أن نسلم وجوهنا لله سبحانه وتعالى. إلى أي جهة؟ إلى الجهة التي يريدها هو، إلى وجهه. فهو يحدثنا عن وجوهنا، فإذا أردنا أن نوجه وجوهنا لابد أن نوجهها إلى وجهه سبحانه وتعالى. هو أمرنا أن نوجه وجوهنا الجسدية إلى كعبته، إلى قبلته، إلى بيته الحرام، وفي الوقت نفسه أمرنا أن نوجه وجوهنا الحقيقية إلى وجهه الحقيقي، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أن نتوجه إلى إمام زماننا. فهو وجه الله الذي جعله بين أظهرنا كما هم يعبرون عن أنفسهم بذلك، وقرأت عليكم الروايات بهذا الخصوص. ومن سورة الروم إلى سورة البقرة وإلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه لله، أسلم وجهه لله، المعنى يكون أعمق وأدق من أقام وجهه. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا المضمون يأتينا أيضا في الآية 25 بعد 100 بعد البسملة من سورة النساء: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. المضامين واضحة. نعود إلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، كيف يسلم وجهه لله؟ إنه يسلم وجهه لوجه الله. الآية 25 بعد 100 بعد البسملة من سورة النساء:
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. المضمون هو هو. قلت لكم لا أريد أن أقف عند تفاصيل الآيات، وإنما أذهب إلى الجهة التي أريدها، التي ترتبط بموضوع التوجه الذي أتحدث عنه في هذه الحلقة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، من سورة النساء إلى سورة لقمان، وفي الآية الثانية والعشرين بعد البسملة من سورة لقمان، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى في أحاديثهم ولاية علي، العروة الوثقى في أحاديثهم أمير المؤمنين، العروة الوثقى في أحاديثهم محمد وآل محمد، العروة الوثقى في أحاديثهم إمام زماننا، إمام زمان كل شيعة في زمانهم، العروة الوثقى محمد وآل محمد، العروة الوثقى بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه هي العروة الوثقى التي إذا تمسك بها متمسك فإنه قد نجا، قد فاز ونجا. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. وهو محسن، الإحسان ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه والتسليم لأمره. إذا ما ذهبنا إلى سورة الشورى وفي الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة من سورة الشورى، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هي هذه البشرى؟ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. الحسنة هنا بحسب تأويلهم لقرآنهم، بحسب تفسيرهم لقرآنهم، التسليم لهم، التسليم بعد المودة. المودة معرفة ومحبة، المودة معرفة ومحبة. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. الحسنة هنا والإحسان هنا التسليم لأمرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالمحسن هو هذا المسلم لهم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، أفلحوا فازوا وأحسنوا ونجحوا. قد أفلح المؤمنون
قد أفلح المسلمون بحسب أحاديثهم، بحسب تأويلهم، بحسب تفسيرهم، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المسلمون، والمسلمون هم المفلحون وهم الفائزون وهم المحسنون. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هذا المضمون هو الذي نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي دستور عقائدنا؟ هكذا نخاطبهم: مؤمن بسركم وعلانيتكم، وشاهدكم وغائبكم، وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة، حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه، فمعكم معكم لا مع غيركم، آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم إلى بقية عبائر الزيارة الشريفة. هذا هو الانقطاع لهم، الانقطاع لهم هو هذا الانقطاع إلى الله. نحن لا نستطيع أن ننقطع إلى الله وفقا لأي سبب وعلى أساس أي جهة ننقطع إلى الله. ليس لنا من صلة فيما بيننا وبينه بشكل مباشر. لقد خلقنا عبر الأسباب، وخاطبنا عبر الأسباب، وحرك عقولنا عبر الأسباب، بعث إلينا الأنبياء كي يثيروا دفائن عقولنا، لم يترك عقولنا تتحرك من وحدها. خلقنا عبر الأسباب، خاطبنا عبر الأسباب، حرك عقولنا بالأسباب. إذن كيف نخاطبه نحن ونتواصل معه من دون أسباب؟ كيف يستقيم هذا المنطق؟ هو القادر أن يخاطبنا من دون أسباب، ولكنه ما فعل ذلك. نحن العاجزون سنخاطبه من دون أسباب. الانقطاع إلى الله هو هذا، التسليم لله هو هذا. نحن نسلم لله، كيف يكون هذا؟ هذا هو المعنى. هذه الجمل تركت مجالا لنا أن نسلم لجهة أخرى. ما هي هذه العبائر؟ أغلقت كل الجهات. مؤمن بسركم وعلانيتكم، تدبروا فيها. مؤمن بسركم وعلانيتكم، وشاهدكم وغائبكم، وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم. لماذا هذا التأكيد وهذا التفريع وهذا التفصيل؟ لأن الزيارة تريد أن تغلق جميع المنافذ. ليس هناك من جهة إلا هم صلوات الله عليه.
تريدون طاعة الله هم عندهم، تريدون حب الله عندهم، تريدون عبادة الله عندهم، تريدون التسليم إلى الله عندهم، هم الباب الذي فتحه الله لنا. من هنا يؤتى الله. لماذا لا تتدبرون بدقة في واقعة السجود لأبينا آدم؟ هذه الواقعة لم تحدث جزافا، وهذه الواقعة لم يرتبط بها مصيرنا نحن جميعا جزافا، وهذه الواقعة التي حدث ما حدث فيها من موقف الملائكة ومن موقف إبليس وبعد ذلك ماذا جرى على أبينا آدم في تفاصيل وأجواء تلك الحادثة، ما جرى في الجنة وما جرى من نزول إلى الأرض وما جرى من توبة أبينا آدم والكلمات التي نزل بها جبرائيل عليه، التفاصيل في قصة أبينا آدم، لماذا لا تتدبرون فيها بعناية ورعاية ودقة؟ الزيارة هنا تغلق علينا جميع المنافذ. مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم ومفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه، فمعكم معكم لا مع غيركم، آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم. مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة في هذه الكلمات التي تلوتها عليكم وفي سائر عبائرها تحدثنا عن هذه الحقيقة من أنهم العروة الوثقى، ومن أن الإحسان التسليم إليهم، ومن أن إسلام وجوهنا إلى الله هو إسلام وتسليم وجوهنا إليهم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. تلاحظون التركيز على الوجه. مرت الآيات وهذه الآية أيضا، ومن يسلم وجهه إلى الله. لماذا؟ لأن إسلام الوجه لابد أن يكون في مواجهة وجه الله، بين يدي وجه الله، وجوهنا وهناك وجه الله. نذهب إلى فاصل. يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاؤه، يا من في
ثوابه، يا من في النار عقابه، سبحانك يا الله الغاف يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتوكل المتوكلون، سبحانك يا الله الغافر. الآية 65 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. من كل الآيات المتقدمة والآيات التي ستأتينا، فإن مرضاة الله لن تتحقق إلا بالتوجه إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح واضح في كل آيات الكتاب الكريم. الآية 65 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة، والحديث هنا عن العبادات المالية، فليست العبادات صلاة وصياما فقط، هناك عبادات مالية قد تكون مقدمة على سائر العبادات في بعض الأحيان. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، مرضات الله لا تتحقق إلا بالتوجه إلى وجه الله بحسب الآيات التي تقدم ذكرها وبحسب الآيات التي ستأتينا، فإن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يتوجهوا إلى وجهه في عباداتهم، ولذا كل الخطاب يتوجه إلى وجوههم: أن وجهوا وجوهكم، وجهت وجهي، أن أقيموا وجوهكم، أن أسلموا وجوهكم. إنها المضامين التي مرت علينا وستأتينا. القرآن تحدث كثيرا في هذا المضمون. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، هذا التثبيت من أنفسهم يقودنا إلى الآية 27 بعد البسملة من سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بأي شيء؟ بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين
ويفعل الله ما يشاء. القول الثابت في هذه الآية بحسب تأويلهم، بحسب رواياتهم، بحسب تفسيرهم، القول الثابت ولاية علي، إنها بيعة الغدير بوجهيها، بوجهها الثابت ووجهها المتحرك، إنها ولاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الصراط صراطان، صراط في الدنيا هو الإمام المعصوم الذي يجب علينا معرفته ومودته وطاعته، وصراط في الآخرة هو جسر ممدود على جهنم. هذه كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يخبرنا عنها المفضل بن عمر. هذه أحاديثهم ورواياتهم. وصراط في الآخرة هو جسر ممدود على جهنم، لا يجوز عليه، لا يستطيع العبور عليه إلا الذي تمسك بالصراط الذي كان في الدنيا وهو الإمام المعصوم. فهذا هو القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، إلى آخر الآية، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. لا أريد أن أقف عند تفاصيل الآية الكريمة، لكن الكلام واضح وواضح جدا. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، فهذه عبادة، عبادة مالية. الجهة التي يتوجه إليها هي الجهة التي ينالون منها رضا الله ابتغاء مرضات الله. من أين ننال رضا الله؟ فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. نحن نستطيع أن نتعامل مع فاطمة، لكننا لا نستطيع أن نتعامل مع الله. ففاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، وفاطمة هي المسؤولة عنا، وذلك دين القيمة، هي قيمة الدين وهي القيمة على أهل الدين، نستطيع أن نتعامل معها. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، هذا التثبيت مرده إلى البحث عن مرضات الله. وكيف يكون ذلك؟ أن نتجه إلى الوجه الذي يريد الله منا أن نتوجه إليه كي ننال رضاه، كي نكون في مقام الطاعة لله سبحانه وتعالى. فمر علينا من أن العبادة حسن النية بالطاعة في أي اتجاه، من الوجه الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن نطيعه من خلاله، هذه هي العبادة، من الوجه الذي يطاع الله منه. المعنى يتجلى بشكل أوضح
في الآية 72 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة. الآية السابقة كانت هي 65 بعد 200 بعد البسملة. الآية هذه هي 72 بعد 200 بعد البسملة. والكلام في جو العبادات المالية أيضا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفق من خير فلأنفسكم، مثل ما مر علينا، وتثبيتا من أنفسهم، وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ما نحتاجه من الآية هنا، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذا هو الإنفاق الذي يريده الله، هذا هو الخير الذي يريده الله. وما تنفق من خير يوفى إليكم، هذه هي العبادة التي يريدها الله. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، المضمون هو الذي تقدم في الآية السابقة، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. هذه المرضات من أين تتأتى؟ عبر وجه الله، فإن الله هكذا يريد منا. وما تنفقون، إذا أردتم أن تنفقوا شيئا فإن الإنفاق الذي أريده منكم أن يكون بهذه الصورة، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. إذا ما ذهبنا إلى سورة الإنسان، يتجلى المعنى واضحا جدا في سورة الإنسان، في سورة هل أتى، إنها الآية 9 بعد البسملة من سورة الإنسان. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما عملية حصر، إنما نطعمكم لوجه الله، ما قالت الآية إنما نطعمكم لله، هناك تأكيد، الإنفاق ابتغاء وجه الله، الإطعام وهو إنفاق أيضا لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإذا ما ذهبنا إلى سورة الليل وإلى الآيات في آخرها، من الآية 7 بعد 10 بعد البسملة وما بعدها، وسيجنبها الأتقى، من هو هذا؟ الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وسيجنبها الأتقى، من هو؟ الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
وجه ربه الأعلى. الحديث عن الوجه لماذا؟ حديث عن وجه الله وحديث عن وجوهنا. تلاحظون من أن الآيات التي تحدثت عنا أمرتنا أن نسلم وجوهنا، أن نقيم وجوهنا، أن نوجه وجوهنا، والآيات التي تحدثت عن الله تحدثت عن وجهه. لماذا؟ لأن وجوهنا باتجاه وجهه سبحانه وتعالى. وقت الحلقة صار طويلا والآيات وفيرة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أتمنى أن تتابعوا الإعادة كي تبقى هذه المعاني حاضرة في أذهانكم، أو أن تناقشوها فيما بينكم، أو أن تكتبوا ملاحظات كي تتذكروها يوم غد، لأنني لا أستطيع أن أعيد ما ذكر في هذه الحلقة لضيق الوقت. سأكمل حديثي في حلقة يوم غد من حيث انتهيت في هذه الحلقة. تذكروا الآيات التي تحدثت عنا نحن العباد تحدثت عن وجوهنا، والآيات التي تحدثت عن الله في الجهة التي نتواصل معها تحدثت عن وجهه، لأننا نتعامل بوجوهنا مع وجهه. هذا هو التوجه في العبادة الذي لا يتحدث عنه نواصب السقيفة ولا يتحدث عنه نواصب النجف، والقرآن بكله يتحدث عن هذا المضمون. وصلنا إلى تذكرة البرنامج.